لا والله يعني العالم تطلع من هالأوضاع السيئة اللي تقابلها يعني بشتاء متقابلة ويعني هالشي هون صعب جدا صارنا سنتين بهدلنا والله الوضع صعب أنا هون رجلي انكسرت يعني ماشي انزحلقت على هالحجارة هدول وانكسرت لي من سنة ونص ما اشتغلت واقف يعني الوضع كله وحل ويدلف المي لجوا يعني صعب الوضع صعب كثير صارنا سنتين ما سوينا قاعدات ولا شيء دوله انجليزيه هذا يجيب طروه وضعك ايش بري مانجا كي شبري مانجا كي عالم همو مثلا 19 دولار دستان سر نفر ارزاق 19 دولار دستان است 11500 دینار دستینن و هنده گوا اما یک جی مثلا مو خود کردینه مواد غذایی نادنم يستنفري ما وشعبي ما ملتي ما جبيد شنا أوروبا لأنه أرزاق لبيدي قد كرن وشادر ما شادر يوا كبر من حتى هناك نبضلا ويزعيب وشعبي ما جبيد شيء عنده.